صباح الخير يا نرمين. يسعد صباحك رشا، كيفك اليوم؟ الحمد لله انا بالف خير، وانت؟ ان شاء الله دوم يا نرمين. الحمد لله رب العالمين. دائما نحن بنقول الحمد لله على كل شيء بيمرق بحياتنا بعد اضرار الزلزال عم ترافقنا يوم بعد يوم، وبعدنا اهالينا بالمناطق المنكوبه لهلا كل الجهات المعنيه عم تشتغل لتوفر لهم على القليله المأوى. اليوم السوريين أكيد وجع واحد ونحن قلوبنا واحدة ورح نبقى إيد واحدة. يا رب بداية هذا الأسبوع تحمل معه أخبار حلوة وتحمل معه الانفراجات وجبران الخاطر. خلونا نقول يا رب ونبلش هذا الصباح. امين يا رب. رشا دائما مثل ما ذكرتي بهي الاوقات الصعبه دائما بندور على الجانب مثل ما بيقولوا الضاوي بهي الازمه. صحيح. وكان يمكن بمشهد الزلزال مؤلم وكل الضرر يلي سببه كانت التكاتف اليوم الموجود بين الأهالي وحالة الدعم يلي شفناها بين السوريين. صحيح. وبين بعضهم كانت بتكبر القلب، ولهلأ بعد الحملات والمبادرات موجودة على أرض الواقع. يا رب إن شاء الله منتمنى بالأيام الجاية تحمل الأمن والخير والسلامة. آمين. لكل الناس ولبلدنا سوريا ولكل الناس. صباح جديد رح نترافقوا مع بعض وضيوفنا مثل كل يوم بنقول نحن من مجالات مختلفة بنتعرف عليهم انتباعا، ولكن خلونا نروح لفاصل وبنرجع. بالزلزال الثاني اللي صار قبل من كم نهار شفنا ما كان في حالات وفاة ولا انهيار كبير بالبناء التحتي، شفنا حالات وصلت للمشافي، انهيارات عصبية وأزمات نفسية. اليوم شو دور الطب النفسي بهذا الموضوع؟ التخصص النفسي شو دوره؟ كيف قادر اليوم يخفف وطأة هذا العبء على الناس؟ يعني بكفي اللي صار وبكفي المناظر اللي شفناها. اليوم نحن بحاجة لنكون أصحاء نفسيا، ولكن للأسف أكيد اليوم اللي صار ما حيخلينا أصحاء 100%. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، كيف نحن قادرين نتجاوز هي المرحلة أو نوقف جانب الأشخاص اللي تعرضوا لهي القصة. ضيفنا لليوم هو الدكتور حسام أشحاذة، المختص بالدعم النفسي في فترات الكوارث الطبيعية أو المصطنعة. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا بحضرتك. هلا دكتور. والرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى، ونحب نوجه تحية لبواسل الجيش العربي السوري اللي كانوا كتف بكتف، إلى جانب فرق الإنقاذ اللي يعني طلعوا شوية الضحايا أو المنكوبين من تحت الزلزال. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا بالبداية نعرف مصطلح الدعم النفسي والصحة النفسية، شو بنقصد فيه؟ نعم، الدعم النفسي خلينا نقول الدعم النفسي في فترات كوارث طبيعية أو المصطنعة يندرج تحت مفهوم الإسعاف النفسي والاحتضان العاطفي اللي هو فرع من فرع الإرشاد النفسي عموما. طبعا الدعم النفسي هو ذلك الشكل من المساندة النفسية والانفعالية الاجتماعية التي يقدمها أما أولياء الأمور أو إدارة المدرسة أو المختصين بالدعم النفسي في المراحل المزمنة خلينا نسميها، عند يعني نحن كدورنا كمختصين عند مستوى الاضطرابات النفسية. المستوى المتقدم اللي هو موضوع الأمراض النفسية بيتدخل فيها الطب النفسي. يعني على خط متصل، إذا حطينا الاضطرابات النفسية على خط متصل تبدأ من اضطرابات خفيفة إلى اضطرابات متوسطة الشدة إلى تتحول إلى أمراض نفسية أو سلوكية أو عقلية ذهانية يتدخل فيها الطب النفسي هون. طبعا بمؤازرة دائما بنقول المحيط الاجتماعي، بمؤازرة الداعمين النفسيين، حتى يوصل شوي الشخص إلى أعلى مستوى ممكن من التوافق الشخصي والاجتماعي، أعلى مستوى من الصحة النفسية، التكيف والتعايش مع الأزمات اللي ممكن تصير عنده على المستوى الشخصي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى المادي. وممكن كمان يعني يوصل، نحن نحاول أنه نوصل معه لأعلى مستوى ممكن من الصلابة النفسية والثبات الانفعالي للقدرة على مواجهة أي أزمة بالمستقبل مشابهة. لأنه غايتنا كداعمين نفسيين أن نحول الخبرات أو الذكريات المؤلمة التي يمكن أن تؤثر على السلوك إلى خبرات سابقة يستفيد منها الشخص لمواجهة أي مشكلة لديه بالمستقبل، وهي أهم سمة من سمات الشخصية اللي حاول نزرعها عند الأطفال المراهقين واليافعين والشباب عموما للتكيف والتعايش مع الأحداث الصادمة مستقبلا والتفكير بحلول المشكلات لاحقا. طيب دكتور، ذكرت نقطة أنه التهيئة كتير مهمة للأشخاص وللأطفال، ولكن إحنا دائما عندنا نقطة المفاجأة بكتير. نعم. كوارث مرقنا فيها وبأزمات. اليوم أنا طفلي كيف بدي إذا ما في تهيئة مدرسية بهاي القصة؟ نعم. وما عندنا نحن ثقافة أنه نحن إذا تضايقنا أو صار في شيء بحياتنا نتوجه لأخصائي نفسي. نعم. نخجل
من المجتمع اليوم يوجه اتهام لنا انه نحن ممكن مريضين نفسيا. نعم. فبتيجي الصدمه نحن ما عندنا استعداد نفسي لحتى نتقبل او ما نتقبل، نرفض او نتقبل هي القصه. شفنا حالات بتاني زلزال صار من فتره، صار في حالتين وفاه بسبب صدمه عصبيه، طفلي عمره 12 سنه. نعم. وايضا شخص بحماه توقف عنده القلب بشكل مفاجئ بسبب صدمه عصبيه. هاي الصدمه شو بيكون، يعني اذا بدنا ندرج تحت بالاسماء العلميه شو بيكون نوعها؟ هلا هي الصدمه النفسيه ناتجه دائما عن مثير بيئي مفاجئ، سواء كان مثلا كارثه مصطنعه مثل حروب، نزاعات مسلحه، مثلا حوادث السير، حوادث الطرق، حوادث السكك الحديديه، ومؤخرا كمان في اندرج عند الحوادث او الصدمات المصطنعه هي الاستيقاظ اثناء عمل جراحي. تمام، يعني كميه البنج ما انا كافيه، فصار في استيقاظ اثناء عمل جراحي، فهون بتصير صدمه بما مرحله ما بعد العلاج الطبي. طبعا في عندنا الكوارث الطبيعيه اللي هي اشد وطأة من الكوارث المصطنعه، لان الكوارث المصطنعه في معظمها هناك سابق انذار، يعني مثلا اذا في كارثه لها علاقه بحروب، نزاعات مسلحه، مثلا ممكن زمور خطر، او مثلا ممكن زمور السياره او كذا، بيعطينا منبه معين للنائي بالنفس عن الخطر وعدم التعرض لنفسه لصدمه نفسيه او انفعاليه. اما الكوارث الطبيعية فهي بتيجي دائما بدون سابق انذار. صحيح. فشدتها بتكون اقوى شوي على الجهاز النفسي والانفعالي والجهاز العقلي والمهارات الاجتماعية الموجودة عند الشخص. الصدمات النفسية من معايير تشخيصها، خلينا نقول شوي هيك نكون مختصين اكثر، معايير تشخيصها انها تؤثر على الحالة المزاجية والانفعالية للضحية، تسبب ذكريات مؤلمة، دائما استحضار مستمر للذكريات المؤلمة، تجنب الأماكن والأشخاص الذين يذكرون ب يعني ساعة الصدمة. في عندنا كمان المعيار الرئيسي لها هو تعطل الحياة الوظيفية، دائما الحياة الوظيفية بالنسبة للشخص خصوصا الأطفال والمراهقين هي الحياة الدراسية، الحياة المهنية، الحياة الاجتماعية، الحياة الأكاديمية، الحياة الأسرية، فبنلاقي الشخص عنده نمط أو روتين معين بالحياة بسبب الذكريات المؤلمة التي تعرض لها خلال أو بسبب الصدمة، بتلاقي أنه شخصيته أو سلوكه اليومي أو نشاطاته اليومية تأثرت، وخلينا نقول بيانيا أو إحصائيا ما عادت بالمستوى الطبيعي. في عندنا نوبات الغضب، نوبات الإحباط، نوبات الخوف، نوبات القلق، الكوابيس الليلية، أحلام اليقظة، التبول لا إرادي أحيانا عند الأطفال، فقدان النطق، هاي من أهم مظاهرها السلوكية. طبعا سألتي أنت عن موضوع كتير مهم، أنه نحن ما عندنا دائما متوفر مختصين، ما عندنا تهيئة سابقة. تماما، يعني هلا الموضوع كتير بسيط، يعني بحالة الكارثة خصوصا للأطفال والمراهقين دائما نحن بنركز اهتمامنا. يمكن نحن البالغين عندنا شوي صلابة نفسية وثبات انفعالي لا المحاكمة العقلية للصدمة ومن ثم توجيه السلوك، أما الأطفال والمراهقين هن غايتنا دائما بأي برنامج للدعم النفسي. دائما نحن بعد مثلا انتشلنا طفل أو مراهق من تحت الأنقاض، اجى دور العلاج الطبي، تعالج، في عنا بعدين دور الدعم النفسي او الاسعاف النفسي. نحن ما بنمنع الطفل او المراهق، وهي تقنيه كثير بسيطه موجهه لاولياء الامور، ما بنمنعه من البكاء، ما بنمنعه بالتعبير باي طريقه بده اياها عما شاهده خلال النكبه او خلال الزلزال او خلال مثلا انتشاله من تحت الانقاض، لانه هذا التفريغ الانفعالي يتيح للطفل او المراهق التعبير عن ما هو، عن مكبوتاته الداخليه. اما كبته فان يعني نحن كمختصين بالدعم النفسي نخشى ان تتحول تلك المكبوتات من مستوى الوعي الى مستوى اللاوعي، يعني بتعرفي انت اي شخص لديه عقلين، عقل واعي وعقل لاواعي. اتاحت الفرصه للطفل او المراهق للتصريح عما شاهده كذكرى مؤلمه خلال مثلا الزلزال او حرب او ما شابه ذلك او حادث سير، يتيح للسيطره العقليه الواعيه على تلك الذكريات، ويحولها بالتالي الى خبره سابقه ممكن نستفيد منها لتعزيز مكونات الصلابه النفسيه والثبات الانفعالي. يعني اضرب لك مثال، معظمنا تهجر من بيته وتلقى صدمه التهجير من المنزل خلال سنوات الحرب. اليوم هلا اذا تهجرنا من منزلنا مثلا لسبب ما، فعندنا خبرة لإعادة البناء مرة أخرى، مثلا إعادة الحياة الاجتماعية، الحياة المهنية، نفكر بحياتنا الأكاديمية شوي، وكان عندنا خبرة سابقة كانت هي ذكرى مؤلمة لكن حولناها لخبرة سابقة انطلقنا منها لحتى نعرف معطيات أو نعطي لنفسنا معطيات جديدة وأهداف جديدة. هذا غايتنا مع الأطفال والمراهقين. يعني اليوم
اللي بيصير دائما هو مفهوم مغلوط انه لا نحن بنمنع الطفل او المراهق من البكاء او التحسريح او التعبير عما شاهده من ذكريات مؤلمه خلال فتره الكارثه الطبيعيه او المصطنعه. التفريغ الانفعالي مثل ما حكينا يتيح للطفل او المراهق عزل تلك المكبوتات كي لا تؤثر على السلوك بطريقه لا شعوريه. مثلا في عندنا مثلا اضطرابات النطق احيانا، بتشوفي انه بعد عمليه التفريغ الانفعالي صار في طلاقه وحرية بالتعبير عند الطفل أو المراهق، حتى لو كان تعبير كلامي أو تعبير بشكل منفرد أمام المرآة، هي واحدة من التقنيات الممكن نلجأ لها. مثلا التفريغ الانفعالي أمام الداعم النفسي أو أمام أولياء الأمور، حتى لو وصلنا لمرحلة من الآهات والقهر، مثلا الشعور بالقهر أو الآهات بسبب الذكريات المؤلمة، هذا الأمر يجعل أو يمكن الطفل أو المراهق من إحكام السيطرة على ذكرياته المؤلمة ويحولها إلى خبرة سابقة ممكن ينطلق منها إلى حياة أفضل أو مستوى عالي من الصحة النفسية. دكتور، استجابة الناس اليوم عم تكون مختلفة، يعني مثلا نقول قوتهم النفسية هي متفاوتة. نعم. في بعض الأشخاص إذا بدنا نقول بعضهم واقعين تحت تأثير الصدمة، يعني إذا بدنا نحكي بالمحافظات اللي هي كانت بعيدة، بعضنا مثلا بالهزات الارتدادية بيرجع حالة الخوف نفسها. نعم. يمكن عم تشتد عندهم حالات الخوف، يمكن على المناظر يلي شافوها صار الواحد بيتنبأ بيجي يعني بشي سيء لا سمح الله. تمام. في أشخاص فعليا ما عم يناموا ببيوتهم، في ناس عم يعني أي خبر عم بيكون إنه عن احتمالية حدوث زلزال عم يناموا بالسيارات، هي حالة الهلع اليوم كيف ممكن الواحد يقدر يسيطر عليها؟ هلا حالة الخوف والهلع من الكوارث الطبيعية هو أمر طبيعي، يعني من غير الطبيعي الإنسان إنه ما بيخاف، وبس نحن كداعمين نفسيين دائما نخلي نطلب من الأشخاص اللي هن بأماكن قريبة من الكوارث الطبيعية أن يتمتعوا قدر الإمكان بالمحاكمة العقلية الواعية والسرعة البديهة. يعني اليوم أنا إذا انتشر خبر من مصدر موثوق أن هناك زلزال معين أو هناك ارتدادات ارتدادية في منطقة معينة، لا مانع إلى اللجوء إلى أماكن أكثر أماناً، اللي هي مثلاً ممكن مراكز الإيواء أو مثلاً الأقبية أو الملاجئ أو ما شابه ذلك لحين انتهاء الهزة الارتدادية. أما لا أصاب بالهلع وعنشر، بتعرفي أنت الاضطرابات النفسية دائما تنقال بالعدوى. صحيح. يعني اليوم خصوصا عند الأطفال والمراهقين، أنا كشخص بالغ أنا نموذج بالنسبة لهم، فإذا كنت أنا أشعر بالخوف والهلع فسوف أنقل هذا الأمر بالمحاكاة والتقليد إلى الأطفال والمراهقين. فهذا الموضوع يعني ما بدي أقول أنه غلط، أنه من الطبيعي أنه نخاف، لكن يجب أن يكون علينا قدر الإمكان سيطرة على السلوك، ثبات انفعالي، صلابة انفعال نفسية، لحتى نحن قدر الإمكان ننأى بنفسنا عن مكان الخطر، وهذا النأي بالنفس عن مكان. بس دكتور عفوا، يعني وصلوا بعض الأشخاص لحالة من عدم القدرة على النوم، يعني هي حالة يمكن الواحد بيقدر بيستنفر يوم يومين ثلاثة، ولكن نحن عم نحكي عن أيام طويلة. نعم. يعني هذا شيء صار فعلا، انتقلنا يمكن من حالة الصدمة لشيء يمكن تماما أعنف، أو فينا نقول أقصى على أكثر مزمن. خلينا أكثر، نحن معيارنا هون بالصدمات النفسية من يوم لثلاثة شهور. إذا بعد ثلاثة شهور لم يحصل هناك تراجع بالسلوكيات الغير طبيعية اللي هي الخوف، الهلع، القلق، الإحباط، الشعور المستمر بالاكتئاب، مثلا بالنسبة للأطفال المراهقين مثل ما حكينا الكوابيس الليلية، التبول اللا إرادي، اضطرابات النطق، بعد عمر ثلاثة شهور بيتدخل دور الدعم النفسي والإسعاف النفسي والاحتضان العاطفي. معيارنا الأساسي مثل ما حكيت من ساعة الصفر، ساعة الصدمة، لعمر ثلاثة شهور. هاي الإحساس الناس اللي عم تحسه هو شيء طبيعي جدا، طبيعي لعمر ثلاثة شهور من الصدمة، نحن بنعتبره سلوك طبيعي، حتى سلوك الهلع والخوف والقلق عند عمر ثلاثة شهور أو من الصدمة هذا أمر طبيعي. بعد ثلاثة شهور نتدخل كفرق للدعم النفسي، لحتى بتعرفي أنت المزاجيات مختلفة، هناك فروق فردية بين الأفراد. صحيح. تتوزع إحصائيا، يعني في ناس عندها صلابة نفسية من ساعة الصفر تبع الصدمة، عندها محاكمة عقلية وقدرة على مواجهة الأحداث الصادمة. نعم. وفي ناس عندها شوي ضعف بالثبات الانفعالي والصلابة النفسية، تحتاج إلى أحيانا إلى داعمين نفسيين أو الشعور بالهلع الزائد أو الخوف الزائد. معيارنا بعد ثلاثة شهور نشوف نحن شو البرامج الدعم النفسي ممكن نقدمها. كمان في عنا موضوع أنه تدخل الطب النفسي أحيانا بتقديم بعض العلاجات الدوائية، مثلا تصوير الطبق المحوري للجملة العصبية، نشاط الكهربائي بالدماغ، استهلاك الأكسجين والسكريات أو الجلوكوز خلينا نقول بالدماغ شوي، نحن بنستعين فيه بالطب النفسي لحتى يقدم لنا مؤشرات إضافية أنه هل الشخصية لا زالت متوازنة أو تحتاج إلى علاج دوائي بالمؤازرة
الارشاد النفسي او خلينا نسميه الدعم النفسي. دكتور بنقول شكرا لكل الجهود المبذوله اليوم من كل الكوادر النفسيين الاختصاصيين، ولكن بنهايه حديثنا يعني ذكرت نقطه انه طبيعي نحن نخاف، ولكن مو طبيعي حاله الفوضى اللي عم بتصير، نسخ لصق اللي عم بتصير على المواقع اللي عم تعمل حاله الفزع بالشوارع والنوم بالشوارع. أكيد. اليوم نحن بحاجه شوي لوعي. شكرا دكتور لحضورك لليوم، ونتمنى لك صحه وسلامه لك ولكل عائلتك. اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله نكون قدمنا شيء مهم ومفيد للسبب. شكرا كثير لك دكتور، اهلا وسهلا فيك. اما هلا صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه المحليه العربيه والعالميه مع زميلنا احمد كناني. يسعد صباحك احمد. صباحك ورد نيرمين، وهلا رح نكون بموجز لاهم الاخبار من الاخباريه السوريه. موجز العاشرة صباحا، أهلا بكم. وصلت ثلاث طائرات إماراتية إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب الدولية محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا. ومن مطار دمشق الدولي أوضح مراسل الإخبارية أنه وصلت طائرة مساعدات إماراتية تحمل أكثر من 99 طنا من المواد الغذائية والإغاثية والألبسة والإحرامات والكمامات الطبية، كما وصلت إلى مطاري اللاذقية وحلب طائرتين إماراتيتين محملتين بالمساعدات الإغاثية وكذلك الغذائية لمتضرري الزلزال. وفي فلسطين المحتلة استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب الشمال للخليل بالضفة الغربية. وأوضحت مصادر طبية أن الشاب محمد إسماعيل جوابرة أدخل للعناية المكثفة في المستشفى الأهلي، وكان بحالة حرجة للغاية جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس قبل أن يستشهد لاحقا نتيجة لهذه الإصابة. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كامالوندي أن تصرفات الغرب بشأن الاتفاق النووي يعرض حياة الإيرانيين للخطر. كامالوندي قال لقناة بريس تي في وهي الإيرانية بأن إيران قدمت ردودها على جميع أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ملف تخصيب اليورانيوم، ولا توجد مشكلة لم نرد عليها، وبالرغم من أن التقارير لهذه الوكالة فنية إلا أننا نعتقد أنها ليست بعيدة عن وجهة النظر السياسية السائدة، ويجب طرح بعض هذه القضايا في المفاوضات. حذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا من خطوات غير محسوبة في ظل التواجد المكثف للقوات والمعدات الأوكرانية قرب حدود البلاد. وجاء في بيان الخارجية الروسية فيما يتعلق بالتواجد المكثف للأفراد والمعدات العسكرية للوحدات الأوكرانية بالقرب من الحدود مع الإقليم المذكور، نشرت المدفعية منظومات إطلاق النار. وكان في البيان أنه نحذر الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو وحراسها الأوكرانيين من هذه الخطوات، واصفا ذلك بغير المحسوبة. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء، وأعود إليك نيرمين. شكرا لك أحمد، وأكيد مكفاين بباقي فقرات صباحنا غير رشا. كنا عم نحكي عن موضوع الصدمة النفسية والزلزال، يمكن هلأ الطقس اللي متحسن والشمس الحلوة هي اللي عم تساعدنا شوي لتتغير النفسية. دائما بيقولوا بعلم الطاقة أنه الشمس أو أشعة الشمس بتعطي طاقة حلوة للإنسان، فدائما النصيحة الأولى أنه بس أول ما بتصحي افتحي كل شبابيك البيت، خلي طاقة تتجدد، الشمس تفوت. يمكن شوي هيك اليوم بداية أسبوع إن شاء الله تكون ظريف على جميع الأصعدة وما نسمع فيها غير الأخبار الحلوة. خلونا نروح قبل ما نروح لفقرتنا الثانية لاتصال مع المتنبئ الجوي حسان جوردي لنتعرف اليوم كيف حيكون طقسنا ضمن الأسبوع القادم. هل حيكون في منخفضات؟ هل حيكون في ممكن يكون أمطار؟ صباح الخير أستاذ. صباح الخير أستاذ. يسعد صباحك. صباح الخير. صباحك يا هلا استاذ. خلينا نحكي مع حضرتك مثل ما قالت رشا، كيف رح تكون احوال الطقس خلال الايام القادمه، وهل في منخفضات قادمه؟
هلا بدايه صباح الخير من جديد لإليك لزميلتك للاخباريه السوريه. بالنسبه للاحوال الجويه خلال الفتره القادمه، هلا نحن اليوم عم نتاثر بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، تاثيره كان امبارح واليوم فقط، يعني حتى التاثير كان كثير ضعيف جدا، بيؤدي الى هطولات كانت بالمرتفعات الساحليه تحديدا، يعني بالمناطق المرتفعه، وكانت هطولات بشكل عشوائي ولفتره زمنيه قصيره. هيدا المنخفض الضعيف اللي عم يتاثر فيه وعم يترافق بتيارات جنوبيه غربيه بطبقات الجو العليا، درجات الحراره بتضلها اعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئويه، والجو ربيعي بين الطحو والغائم جزئيا بشكل عام. خلال ساعات الليل عم تكون الاجواء بارده، يحذر من تشكل الضباب بغوطه دمشق، بالقلمون، بالمنطقه الوسطى، اجزاء من المنطقه الجنوبيه الغربيه. والرياح متقلبه الى شماليه شرقيه خفيفه الى معتدله، السرعة البحر خفيف، ارتفاع الموج، درجه حراره مياه البحر عم تكون من 12 ل 19 درجه مئويه. هلا من نهار بكره بتتغير التوقعات، بتضل الاجواء الربيعيه مستمره، الحرارات اعلى من المعدل، ولكن رح نتاثر بامتداد مرتفع جوي ببلش من نهار الاحد بيستمر معنا تقريبا حتى نهايه الاسبوع، بيؤدي الى ارتفاع تدريجي بدرجات الحراره بشكل متوالي ومستمر. ذروه الارتفاع بتكون نهار الاربعاء المقبل، بتكون الحرارات اعلى من المعدل بنحو من 5 ل 6 درجات مئويه. اجواء بشكل عام بتكون اجواء ربيعيه دافئه جدا بين الصحوه والغائمه جزئيا. بالنسبه لساعات الليل بتكون الاجواء مائله للبروده ولكن تبقى بارده بالمرتفعات الجديده. بشكل عام هيدا الطقس رح يستمر معنا حتى نهايه الاسبوع، الاجواء الربيعيه الدافئه مع حرارات اعلى من المعدل نتيجه تاثرنا بهيدا المرتفع، واللي راح تكون ذروه الارتفاع هو انهار الاربعاء المقبل. من الخميس بتتغير الاوضاع، بتصير الاجواء من غائمه جزئيا بتتحول الى غائمه ببعض الاحيان نهار الخميس خلال ساعات بعض الظهر والمساء بنهايه الاسبوع باذن الله تعالى، لحتى تكون الفرصه مهيئه لها الضغطات فوق المنطقه الساحليه واجزاء من الشمال الغربي، بنكون مع حاله عدم استقرار بتبلش من مساء يوم الخميس بدءا من هيدي المناطق اللي حكيت عنها اللي هي الساحل السوري والشمال الغربي. اما درجات الحراره المتوقعه بدنا من العاصمه دمشق لليوم 18 8 القنيطره 16 6 قلمون المرتفعات الجبليه 11 1 درعا 18 5 سويداء 15 7 المنطقه الوسطى 5 حمار 13 5 بالحسكه منطقه الجزيره 16 7 الساحل السوري اللاذقيه وطرطوس 13 11 بالشمال حلب 20 5 ادلب 16 5 دير الزور المنطقه الشرقيه 13 7 الرقة 17 6 واخيرا بالباديه السوريه مدينه نسوان 16 7. يعني الاجواء اللي نحن رح نتاثر فيها هي الاجواء الربيعيه الدافئه جدا، وراح تكون الحرارات على من المعدل، يعني اسبوع قادم راح يكون كانه جاي من بدايات فصل الربيع، يعني في روح فصل الربيع بوقت مبكر باوان. نعم استاذ حسان جردي المتنبئ الجوي، شكرا لكل المعلومات يلي ذكرتها، ومثل ما سمعنا حيكون في ارتفاع لدرجات الحراره رح تستمر معنا لنهايه الاسبوع، ان شاء الله الدفى يبلش من قلوبنا، يبلش هيك نكون مع بعض بهي الازمه، دائما الحنيه كثير مهمه بهي الاوضاع اكيد نرمي. صحيح رشا، مثل ما قلت يا رب الله يبعث الدفى والهدوء والسلام لكل الناس. رح نضل دائما، يعني الزلزال هو الحدث الابرز اليوم بسوريا والحدث الاهم. نحن بمرحله الان الاطمئنان على جميع الابنيه من يلي عم تعاني من بعض التصدعات او اي تشققات، وهذا اللي عم يكون الشغل الشاغل لجميع اللجان والمهندسين بكافه المحافظات. رح ننتقل لحمص و نطلع على الواقع الخدمي ما يخص موضوع الاطمئنان على صحة الأبنية بالتقرير التالي. منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال الذي ضرب البلاد، استنفر فرع نقابة المهندسين بحمص بالتعاون مع مجلس المدينة عبر تشكيل لجان وفرق فنية واستشارية للكشف عن أي موقع أو أبنية تعرضت لتصدعات أو تشققات، وتبين حتى الآن أن بعضها يحتاج إلى هدم أو إزالة، سيما في الأحياء التي تضررت مسبقا جراء الإرهاب، وأخرى تحتاج إلى تدعيم. أخلينا بالحد الآن، إحنا اليوم أخلين بحدود 26 منزل من القاطنين، طبعا تم جرد بحدود 650 عقار اللي فيهم خطورة، فورا عم نخليهم حفاظا على سلامة الأخوة المواطنين.
في منهم مثل ما حكينا راحوا على الهلال الأحمر على موضوع مراكز الإيواء، وفي منهم راحوا عند أقرباء لهم. نحن ما زلنا مستمرين بموضوع التقييم حفاظا على السلام العام وخوفا على الأخوة المواطنين. بحاجة لتمويل حاليا لإزالة هاي الأبنية. طبعا الأبنية كانت بالأساس كانت غير مستقرة، هلأ صار بعد الزلزال صار في خطورة أكتر، في أعمدة تصدعت، نحن صرنا بحاجة ضرورية، وخاصة موضوع الأبراج هاي بحاجة لقاضم يكون ارتفاعات بيشتغل على ارتفاعات عالية. شكلنا لجان ما يعادل 28 لجنة على مستوى المحافظة، 14 بالمدينة و12 بالريف، غطينا كل أحياء المدينة وكل الريف محافظة حمص. اللجان للأمانة قامت بعملها وبواجبها، وهذا واجب وطني. وفي ضوء الهزات المتكررة الحدوث مؤخرا، أطلق عدد من المهندسين الشباب مبادرة طوعية لتقييم سلامة المباني وتقدير الأضرار الحاصرة جراء الزلزال، فضلا عن إعادة الكشف عن المباني المتضررة في مركز المدينة وإعادة النظر فيها لاتخاذ الإجراءات المناسبة. نحن كقطاع يعني على نحو خاص ونحو شبابي عندنا فريق من المهندسين عم نشتغل على تأهيلهم بمجال تقييم وسلامة المنشآت، ففورا جهزناهم أعطيناهم مجموعة من التعليمات والإرشادات والتوصيات سواء للإخلاء وعمليات الصيانة أو الكشف، بحيث يقوموا بالمراقبة وليس اتخاذ القرار، لأنه كمان اتخاذ القرار بحاجة مهندسين كبار واستشاريين. فكان دور الفريق أنه جهزناهم بمجموعة من المعلومات، مجموعة من الإرشادات والتوصيات والصور التوضيحية فهارس خلينا نقول، كانت هاي العملية أنه يساعدوا بنشر المعلومة ونشر التوعية أكبر ما يمكن والوصول لأكبر قدر من المنازل المتضررة. تستمر اللجان المختصة في الريف والمدينة بعملها للكشف عن سلامة الأبنية المتضررة، وتؤكد للمواطنين استعداد المعنيين لتلقي الشكاوى حول وجود تشققات في منازلهم لتقييم حالتها بأقصى سرعة. شيرين العلي، الإخبارية السورية من محافظة حمص. بدي حقيقة هالحمص بدخلك تحيه. أكيد تحياتنا لكل أهلينا بمحافظة حمص وكل المناطق المنكوبة، وإن شاء الله هيك قريبا بنشوفكم راجعين لبيوتكم بخطة إعمارية تكون هيك مريحة للجميع، بنقول يا رب. ودائما نحن هيك بنتأمل أنه بكرة حيكون في شيء جديد. ضمن الأزمة الزلزال اللي صارت، مو بس الأطفال نفسيا تعرضوا لصدمة نفسية ولا الكبار، كان في عنا حالات مرضية أخرى، كان في أشخاص عندهم أمراض سابقة بياخدوا أدوية. حكينا ضمن صباحاتنا سابقا أنه نحن كيف قادرين نتعامل مع هدول الأشخاص، ولكن اليوم ضمن صباحنا قديش كمان في كان نساء خسروا حملهم الأول بسبب هي الصدمة. صحيح رشا، دائما بصباحنا غير للمرأة والعناية بها بصحتها أولوية ضمن صباحاتنا، واليوم نحن عم نحكي عن المرأة الحامل. في كتير أشخاص تعرضوا لصدمات نفسية مثل ما قلت، ذكروا خسروا الجنين، في أشخاص يعني هي بمراحل أثرت متقدمة من الحمل، مع كل هزة ارتدادية بيصير عندها نوبة هلع، أكيد هذا الشيء عم يأثر على صحتها. أكيد عم يكون التأثير سلبي كان على صحتها أو كان على صحة الجنين. الصدمة العصبية اليوم هي تأثيرها كتير سلبي ومباشر على صحة الجنين، وشفنا حالات كتير تأخر نمو بسبب هدول الصدمات العصبية. اليوم كيف نحن قادرين ضمن الأوضاع وضمن الظروف اللي نحن بنعرف أنه صعب كتير اليوم علينا أنه نقدم الرعاية الكافية لهي الامرأة الحامل، ولكن قدر الإمكان شو نحن قادرين نقدم، كيف ممكن نحن نقدم لها الخدمات ونعتني بصحتها. معلومات حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم الدكتورة سارة الإبراهيم، أخصائية توليد وأمراض نساء. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا بحضرتك. صباح النور. بداية بدي أدعي بالرحمة لشهدائنا يلي ارتقوا بسبب الزلزال العنيف يلي ضرب البلاد، والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبداية هيك بواقع تقييمي اليوم، يمكن رصدتي العديد من الحالات من النساء حوامل تأثروا بالزلزال، خلينا عم نحكي عن الضرر يلي عم يكون أو التأثير السلبي للزلزال على النساء بشكل عام. تماما.
هلا نحن عم نحكي عن حدث يصنف ضمن التروما يعني بريجنانسي يعني الرد ضمن الحمل، والزلزال يصنف ضمن الماجر تروما يعني من الردود العنيفه اللي ممكن تتعرض لها المراه الحامل يلي بتتضمن السقوط مثلا من اكثر من طابق او انحباس طرف او متلازمه الهرس. فهون بدي اكد على فكره انه المراه الحامل عندها خطوره ضعف المراه غير الحامل انه يتطور عندها اختلاطات او صعوبات بسبب انه وضعها كمراه حامل. هلا اما بالنسبه للتدبير فهو النقاط الاوليه هي نفسها عند كل النساء الاي بي سي دي اللي هي الاي الاير واي متاكد انه هي قادره تاخذ نفس، البريسنج في عندها فرضا كان عندها صعوبه باخذ النفس ممكن نعطيها جهاز الاكسجه بنشيك على النبض تبعها، اذا في نزف شديد ممكن نحاول نسيطر عليه ولو بارض الحدث، ايضا بنشوف هل هي واعيه متجاوبه للمحيط او بحاله غياب عن الوعي، وبالاخير نفحص المكان يلي تعرضت له الاصابه فرضا البطن طرف رجل. هلا بعد ما نقلنا المراه الى المشفى شو الاجراءات يلي ممكن نعملها لنطمن على وضعها؟ هلا ممكن نعمل حسب موقع الاصابه ممكن نعمل طبقي للراس، صوره للصدر، صوره للطرف، كثير هون بناخذ سؤال انه معقول مرأة حامل نعمل لها طبقي؟ هلا عندنا نحن فكره انه دائما الاولويه لصحه الام هي الاولويه على صحه الجنين، وفكره ثانيه انه اغلب هي الاجراءات ما بتعرض الجنين لدرجه اشعاع خطيره، يعني كلها تحت العتبه المؤذيه للجنين. فنحن متى ما اطمنا على وضع الام بننتقل للتطمن على وضع البيبي، كيف بيتم عن طريق الايكو، بنشوف كيف دقات قلب البيبي، وضع المشيمه، وضع السائل، بنطمن ايضا انه ما عندها علامات للولاده المبكره اللي هي تقلصات شديده، انبساق بالاغشيه او علامات لانفكاك المشيمه اللي هي ايضا تقلصات الم بالبطن مع نزف مهبلي. متى اطمنا على وضع الام ووضع البيبي بدنا ناكد انه المراه لازم تاخذ لقاح الكزاز لانه هون نحن ممكن نكون تعرضنا لجروح ملوثه تمام، وايضا في حال كانت سلبيه الزمره لازم نعطيها ابره الزمره. البيبي بحال كان الحمل متقدم بعد الشهر السادس لازم نعطي ستيرويدات القشريه لنضج رئتين الجنين لان هي مهدده للولاده المبكره تمام، ومنأكد انه نطمن على وضع البيبي بالايد. طيب دكتوره، خلال الايام اللي مرقت وخلال عمليه الانقاذ من تحت الانقاض شدنا ولاده لطفل تمام. الام توفت والطفل يعني الحمد لله كان انه سليم، شدنا كمان ولادات ان كان بمركز الايواء وشفنا اليوم حالات من الاجهاض، خلينا نحن بس شوي نركز على موضوع الاذى النفسي تحت ان كان تحت الانقاض ان كان من حالات الذعر اللي عاشتها الام قبل الولاده، هذا التاثير شو تاثيره بشكل مباشر على الجنين؟ يعني شو هي المراحل اللي ممكن تاثر سلبيا على الجنين؟ تمام، هلا نحن عم نحكي عن حاله ستريس، هلا الستريس كثير بيأثر على الجنين وعلى الحمل بشكل عام، بيأهب للولادة المبكرة، يعني المرأة الحامل اللي عم تتعرض عنها لنوبات الذعر هذه هي مؤهبة أكثر ليصير عندها ولادة مبكرة، ونفوت بقى باختلاطات الولادة المبكرة، الطفل رح يحتاج حاضنة، هل رح يعيش هل ما رح يعيش، والمرأة كمان الأذى النفسية اللي ممكن تتعرض له. هلا كثير عم يجينا كمان حوامل عندهم حالة البوست ستريس، يعني عم تجي المريضة عندها حالة نوبة هلع وزعر من كل هزة ارتدادية عم بتصير، عم ترجع نفس الأعراض اللي صابتها أول مرة، بتجي خفقان، تسرع بالقلب، تعرق، نفس حالة الزعر والهلع اللي صابتها أول مرة، حتى بالليل لما عم يعانوا من صعوبة بالنوم، عم يعانوا من كوابيس حول الحدث، حتى وهي فايقة فلاش باك عم تجيها ذكريات عن الحدث، ما عم يطلعوا يعني عم بيضلوا بحالة الزلزال والخوف. طيب هدول شو تأثيرهم على الجنين؟ يعني هذا التأثير عم نحكي نحن على الأم. كثير تأثير سيء لأنه شو التأثير؟ يعني التأثير الأم هي بالنهاية عم تنقل لهذا الطفل نفسيته. هلا كل هي مؤهبة للتقلصات الرحمية وبالتالي ممكن يتعرض الجنين لولادة مبكرة وخداج، وهي القصص يلي كثير ممكن تعمل نقص أكسجين، أذية دماغية عند الجنين. فنحن بدنا ناكد على الدعم النفسي للمراه الحامل من المحيط، نحاول من العائله من الوسط الداعم نفسيا، فرضا ما استجابت وكان عندها كثير اعراض شديده ممكن نضطر نلجا للاخصائي اللي هو الطبيب النفسي تماما. دكتوره، هو بالحاله العاديه اليوم السيده لما تكون حامل بتكون طبيعه جسمها مختلفه، بتكون اكثر حساسيه، بتكون هرموناتها عم تتحكم اكثر بعواطفها. خلينا نحكي اليوم بموضوع الزلزال، ممكن في كثير سيدات ما في حدا بمحيطهم يعني ممكن يقدم لهم هذا الدعم، هن كيف ممكن يكونوا داعمين لنفسهم؟ كيف ممكن يقدروا يسيطروا على حالهم فينا نقول جسديا ونفسيا لحتى يخففوا من تاثير الخوف من حاله الزلزال؟ الزلزال.
هلا اول شيء بدنا نوعي لهم انه هي هزات ارتداديه، يعني ان شاء الله ما عاد يتكرر الحدث السيء اللي صار اول مره. كمان بنركز على تمارين الاسترخاء يلي هي النفس العميق، انه اول ما تحس انه هي بدها تجيها نوبه الذعر او الهلع تحاول تنظم تنفسها الاسترخاء. واكيد ما حدا ما في بجنبه وسط داعم، ولو كان عائله او جيران او صديقه مقربه. مثل ما قلنا اذا في حال ما استفادت من كل هدول ممكن نتوجه للاخصائيين النفسيين، سواء طبيب نفسي او المعالجين النفسيين يعطوا شوية تمارين أو مساعدة. هلا في أدوية كمان بآخر الحلول هي الدواء، إنه إذا ما استفادت على كل هدول في أدوية بتخفف القلق ممكن تكون آمنة ممكن بالحمل. هي حامل ممكن في أدوية آمنة بالحمل تماما ممكن. طيب دكتورة نحن عم نحكي اليوم عن شريحة ممكن إحصائيات ما عنا، ولكن هنو موجودين بمراكز إيواء، هنو خارج بيتهم، هنو فقدوا أصلا أمانهم إنه هنو قاعدين ببيتهم. يعني هاي المرأة بحاجة خلينا نقول مو بس للدعم النفسي، أيضا للدعم المعنوي والمادي، الغذاء، تأمين الاحتياجات الأولية، إن كان لطفلة أو كان لإلها. يعني خلينا من باب الشيء اللي نحن قادرين نقدمه، يعني بضمن هذا الوضع شو أهم القصص الأساسية الموجود مفروض تكون موجودة؟ تماما. هلا انا بفضل انه اذا فيها تطمن ولو مره على البيبي بعد ما صار هذا الحدث الصعب، انه نمر على الطبيب نشوف شو وضع الجنين، دقات القلب السائل المشيمه، نتاكد انه ما عندها علامات ولاده مبكره، ما عندها علامات انفكاك مشيمه مبكر مثل ما قلنا النزف، التقلصات شديده. هلا متى ما اطمنا عليها بنرجع على مسح الحوامل اللي هو كل شهر تقريبا لازم تشيك على وضعها، وبس تفوت بعد 36 اسبوع بصير كل اسبوعين مره. باكد انها تستمر بالفيتامينات الموصوفه الى خلال فتره الحمل. كمان منأكد على التغذية الجيدة، ومثل ما قلت إذا تعرضت للجروح وما كانت أخذة لقاح الكزاز إنها تأخذه هلأ، لأنه مشان ما يتطور عندها، ممكن تكون تعرضت لجروح ملوثة خلال هذا الرد العنيف اللي حصل. تماما هي، وإن شاء الله بالسلامة لجميع الحوامل. دكتورة خلينا نحكي اليوم عن حالات الإجهاض، والله يحمي جميع السيدات. بأي فترة من عمر الحمل هي بتكون معرضة للإجهاض؟ إذا بدنا نربطها بالحالة النفسية يعني أكثر. الإجهاض الحالة النفسية بتأثر على كل مراحل الحمل. هلأ بالمراحل الأولى قبل 12 أسبوع، يعني أول 3 شهور رح نشوف أنه فقدان للحمل. ممكن تشوفي أنت بالقبل كان في نبض بالجنين، بعدين فجأة وقف النبض وخسرنا البيبي. ممكن لا فورا تفوت قبل ما تنتبه على توقف النبض، انه فورا نزف وخساره لمحصول الحمل. بالمراحل الكبيره بعدين بالشهور الاخيره ممكن نفوت بمثل ان الولاده المبكره يلي هي فورا انه بتولد من السابع او الثامن، وبقى بدنا نعرض البيبي للخداج، وكثير اولاد ما عم ينفدوا من هي القصه. انه البيبي ضل على نعايش يعني دائما بالشهر، قولي بيقولوا يعني بالسابع اهون من الثامن. لا هي كثير شائعه غلط، بالعكس كل ما كمل شهر زياده او اسبوع زياده بنقول ضمن الرحم هو افضل من دائما هاي المعلومه بنسمعها انه خلق بالشهر السابع بنشوف طفل سليم، يعني كان لا جسديا او كان سريريا. ولكن دائما الشهر الثامن بيكون حساس، حتى بيقولوا لك هو ثقيل على المراه الحامل. هل ممكن احنا نشهد بهدول الاشهر وفاه للطفل بسبب الصدمه؟ طبعا كثير ممكن، كثير ممكن. هلا الفكره انه النساء اللي تعرضوا لهذا الرد العنيف نحن لازم نقيمهم، نشوف اذا بحاجه نعطيهم ستيرويدات القشريه لنضج رئتين الجنين. يعني نحن ممكن نعطي دواء للام بيسرع نضج رئتين الجنين في حال حدثت الولاده المبكره، يكون هالجنين يعني قادر اكثر انه ينسجم مع الوسط الخارجي انه ينفض ويعيش. تمام. طيب دكتور خلينا نعطي اليوم هيك نصائح اليوم بشكل عام بداية لكل السيدات يلي هن حوامل حاليا بمختلف الأشهر، كيف ممكن هن يعتنوا بصحتهم؟ شو الإجراءات يلي ممكن يتبعوها؟ كيف ممكن يخففوا عن حالهم أثر هي الصدمة النفسية؟ هلا باكد انه يستمروا على الفيتامينات الموصوفه لهم بفتره الحمل والارضاع، كمان التغذيه الجيده يلي قلنا عنها، يعرفوا شو الخطوط الحمراء يلي عندها لازم يراجعوا الطبيب، مثل ما قلنا التقلصات رحميه شديده، الم شديد، نزف. خليني دكتوره بس اقاطعك بهذا الموضوع، التغذيه الجيده خلينا نركز عليها، شو بنقصد فيها؟ يعني تكون مستوفيه للعناصر، نحن بناكد على فكره تكون موجود نسبه منيحه من البروتين، من الكالسيوم، تمام، ايضا من الحديد مشان ما يصير عندها فقر دم. فهي هي. هلا اذا ما فيها تامنها عن طريق الغذاء اكيد لازم تاخذ الفيتامينات. تمام. وقد ايه اليوم، خليني اضيف لك نصيحه بعد اذنك دكتوره، انه اليوم احنا كاصحاء اليوم ما في عندنا امانه يعني انه نحافظ عليها نخاف عليها، قد ايه مهم تبعد عن الامور السوشيال ميديا والاخبار والصور. تمام. هذا الارشيف دائما عم يعمل ستريس.
ستريس عندها يعني، وخاصة وقت اللي بيكون بوستات بس للتخويف والذعر ونشر الفوضى يعني، فقدمهم هي القصة يعني. أي أكيد بفضل أنا أن تبعد كثير عنها، لأنه مثل ما قلت نحن يعني ناس عاديين كثير عم نتأثر بقى، هي الحامل لسه معرضة أكثر للتأثر وشفنا شو الآثار السلبية عليها وعلى الجنين، فأنا بفضل أن أبدا تحاول تبعد هالفترة عن وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا المشاهد العنيفة اللي عم نشوفها النساء تحت الأنقاض والمناظر للأسف الصعبة. للأسف كانت مناظر مخيفة. بدي أسألك عن معلومة دكتورة، دائما بيقولوا الأم بتنقل نفسيتها لطفلة، يعني دائما بيقولوا أنه إذا كنت أنت مرتاحة بفترة حملك بيجي طفلك هني رايق، هل أول شيء هذا المعلومة معلومه صح او لا ما دخلها هاي القصه؟ هلا مثل ما انه بياثر على ممكن يأهب لولاده مبكره وهيك، هلا الام انت بتنقل اكثر بفتره الارضاع لانه انت عم تنقلي في الهرمونات الشده بتنفرز كمان فبينتقل للبيبي، بنشوف الام اذا متوتره الطفل كمان ببلش يبكي بيكون متوتر مزعوج، لهيك بيقولوا انه كثير بتاثر الحاله النفسيه على البيبي حاله الام. معناتها حتى الام المرضعه اليوم هي تحت الضوء يعني مثل طبعاً ما بيقولوا. طبعا الام المرضعه حتى في نساء بيعانوا انه ما عاد في حليب، يعني بتعاني انه ما عاد في عم ترضع البيبي ما عم يشبع البيبي لانه ستريس كثير بياثر على الام المرضعه كمان. دكتوره يعني رغم كل النصائح يلي قدمناها دائما بتكون مراجعه الطبيب حتى لو ما في اي يعني عرض هي اجراء ضروري، قديش المراه الحامل كل قديش لازم تراجع طبيبه؟ هلا اللي ما عنده عوامل خطر المراه العاديه كل شهر مره، وبنقول بس تفوت بالشهر التاسع بقى بصير كل اسبوعين مره لانه بصير لازم متابعه حساسه اكثر. هلا في نساء اللي بيكون عندها ارتفاع ضغط، عندها سكري، عندها بتكون تواتر الزيارات اكثر، ممكن ترك الاسبوعين نشوفها مره. ودائما بنقول الدعم النفسي هو الاهم، دعم المحيط هو الاهم. اليوم يمكن حالات الفقد اللي صارت اثرت للاسف بشكل كثير سلبي، كان علينا نحن او كان على الاشخاص اللي هن قريبين من الاشخاص اللي انفقدوا، اليوم وجعنا واحد يعني، فكيف هي المراه في يعني النساء فقدت كثير من عائلتها بهي الفتره وراحت لتقعد بمركز الايواء، اليوم في كوادر طبيه توجهت لهي المراكز لتقديم الدعم اللازم، وشفنا فرق من الاطباء الجوالي ضمن هدول المراكز عم يقدموا النصائح عم يقدموا الاجراءات المناسبه. اليوم ما في سوري بخل بامكانيته وشفنا هذا الشيء على الارض، فاكيد شكرا لكل الجهود اللي تقدمت من الفرق الاطباء اللي توجهت لمراكز الايواء، ونشكرك دكتوره لكل المعلومات والصحه والسلامه لإليك ولكل حدا عم يشوفنا. أكيد الصحة والسلامة لجميع الحوامل. آمين. شكرا لك الدكتورة سارة إبراهيم اختصاصية توليد وأمراض النساء. سلام. شكرا لك. أما هلأ رشا رح ننتقل لموضوع تاني، دائما نحكي عن موضوع الزلزال أنه وقت حدوث الزلزال في إجراءات وقائية لازم نتبع قدر الإمكان، ولكن نحن نعرف أنه وقت الزلزال كل شيء يمكن يكون ما هي نقطة يعني ما هي تكوني ما بنقدر نتصرف. نرجع لموضوع ستريس مثل ما قالنا الدكتور اخصائي النفسي انه نحن نقدر نتحكم بالموضوع العقلاني بهي اللحظه نحن كيف قادرين، بتكوني مجهزه انت انا اذا صار كذا بدي اعمل كذا، ولكن بلحظه الحدوث للاسف يعني العقلانيه هي اللي عم تتصرف يعني. صحيح، ولكن رجع بدنا نرجع ناكد دائما يمكن التصرف الصحيح ممكن يحمينا ويحمي المحيطين فينا، لهيك خلونا نروح نتعرف على ابرز التعليمات الواجب التقيد فيها اثناء حدوث الزلزال. التقرير التالي: أعادت الزلازل التي شهدتها تركيا وسوريا بداية الشهر الجاري طرح مسألة التعامل مع هذه الظاهرة الطبيعية والتعايش معها، وضرورة اكتساب الفرد مهما كان عمره ومركزه الاجتماعي المهارات الأساسية للخروج بأقل الأضرار عند وقوع الهزات الأرضية والزلازل، وخاصة عند الشعور بهذه الظاهرة أثناء التواجد في المدارس، حيث يجب الحفاظ على الهدوء واتباع التعليمات التالية: أن يحتمي الطلاب والمعلمين تحت المقاعد والطاولات منعاً لسقوط الأشياء عليهم، الابتعاد عن النوافذ والوقوف بالقرب من زوايا الغرف، إخلاء المدارس من الطلاب بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني، يتم فصل قواطع التيار الكهربائي في المبنى فوراً لتفادي وقوع الحرائق، تجميع الطلاب في أماكن بعيدة عن المباني والأسلاك الكهربائية، في حال وجود إصابات حاول تقديم الإسعافات الأولية لهم وتواصل مع خدمات الطوارئ، كذلك طلب سيارات الإسعاف فوراً.
وبنهاية صباحنا اليوم رح نفردها لمساحة هي الشغل الشاغل حاليا حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وهي الظواهر الطبيعية، وشهدنا نحن الزلزال اللي حدث بستة الشهر. اليوم دائما الناس عم تشوف فيها أنه عم تربط اليوم حدوث أي ظاهرة طبيعية بحركة الكواكب، بطاقة الأرض، بمريخ راح لعند أورينوس، الزهرة تحركت من مكانها. هذا العلم قد ايه ممكن يأثر على موضوع الظواهر الطبيعية؟ وهل اليوم عن جد الناس مفروض أنه تكون حذرة وتتابع بدقة اليوم حركة الكواكب لتعرف بكرة شو ممكن يصير؟ صحيح رشا، مثل ما ذكرتي هذا الموضوع بشكل عام الناس بتهتم فيه بالأيام العادية، فما بالك بوقت الكوارث الطبيعية. وقد شفنا اليوم أخصائيين بعلم الطاقة، بعلم الأحرف، بعلم الكواكب طلعت وشرحت، وشفنا من كم يوم ثلاث كواكب كان بمنظر رائع يعني انتشر على السوشيال ميديا، فبدل ما نروح لنتغزل بهذا المنظر اللي كان كتير حلو وغريب رحنا لنقول الله يجيرنا، صار عنا فوبيا. اليوم شو هي الظواهر الطبيعية وكيف ممكن تأثر هاي القصة علينا، والكواكب قد ايه مدى تأثيرها على الظواهر الطبيعية؟ رح نتناقش مع ضيفنا لليوم المدرب الدولي بعلم الطاقة سمير هادي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نسأل حضرتك عن مدى تأثير الظواهر الطبيعية بمختلف أنواعها سواء كسوف زلازل على الإنسان. بالبداية بدنا نقول رحم الله شهدائنا، شهداء الكارثة اللي صارت الفاجعة، ومنقول الله يشفي جرحى يا رب، والله يديم الأمن والأمان على ربوع وطننا الحبيب. بالنسبة لتأثيرنا بالظواهر الطبيعية، بشكل عام كوكب الأرض هو ضمن مجموعة كوكبية شمسية، ضمن المجموعة الشمسية، لهذا يكون التأثير نحن نؤثر ونتأثر بأي ظواهر كونية إن كانت في السماء أو إن كانت في الأرض، فأي تغيير بمسارات هذه الطاقة، أي تغيير فهو يؤثر فينا إما سلباً أو إيجاباً، وهو غالباً يكون التأثير سلبي، لأنه نحن بالوضع العام في ذبذبات مرسلة، في ترددات مرسلة نحن نستقبلها ومتعايشين معها، فلما بصير هذا الاختلاف، بصير الاختلاف علينا بشكل سلبي، وهذا يبرر أنه لما بيكون في ظاهرة طبيعية كسوف أو خسوف أو زلزال أو هزات شو ما كان نوع هاي الظاهرة، طبعا هي بتختلف حسب قوتها وحسب شدتها، لكن بالشكل العام نلاحظ أنه في تأثير يستمر ما بعد الظاهرة، بنلاقي أشخاص لحد هلأ الزلزال قد يصل له مارق، ولحد هلأ في أشخاص متأثرين نفسيا، عندهم شد عصبي، صار في معهم رهاب، صار في معهم نوع من فوبيا، فالتأثير السلبي يستمر حتى ما بعد الظاهرة لأنه صار في طاقة سلبية موجودة على الأرض. طيب هاي الطاقة السلبية خلينا نحكي هيك ببساطة أكثر، اليوم إحنا كيف قادرين نتخلص منها ونحن 24 ساعة ماسكين الفيسبوك ملاحقين الزهرة وين صارت والمريخ لوين وصل، وإذا دخل المريخ اليوم بجانب الكوكب الفلاني بدها تصير كارثة كتير كبيرة، يعني عم بيصير تهويل كتير كبير بالقصة، يعني نحن اليوم ما فينا ننكر، بالنهاية نحن عم نحكي بعلم، ولكن نحن اليوم بحاجة لفترة اطمئنان، اطمئنان على هاي القصة. هلا في شيء مهم لازم نحكي واللي هو الظواهر الطبيعية هي شيء موجود، يعني موجودة منذ الأزل ومستمرة، فنحن خلينا نتعامل مع الظواهر الطبيعية أولا بشق توعوي، أنا أخذ معلوماتي من مصدر موثوق، من جهة موثوقة. حضرتك ذكرتي أنه الأشخاص عم يضلوا ماسكين تليفونه على الفيسبوك وكذا، أنا ما بدي أخذ معلوماتي وأتعرض لرهاب وخاف أنا وتر عيلتي وتر الناس اللي حواليي من صفحة مجهولة أو من شخص غير أخصائي بهذا المجال، لا، خليني أنا أخذ معلوماتي من الجهات الموثوقة، الجهات الرسمية، الجهات المعتمدة، الجهات اللي هي أهل هذا الاختصاص أولا. ثانيا اتعامل مع هذه الظواهر الكونية بهدوء، دائما هي الظواهر الكونية أنا إذا ما تعاملت معها بهدوء ما راح أقدر أفكر، ما راح أقدر أتخذ القرارات المناسبة بالوقت المناسب. ثالثا في بعض الإجراءات اللي دائما نحن بننصح فيها بهي الحالات الظواهر الفلكية المشحونة بالطاقة السلبية، على سبيل المثال فيني أنا بلش بشرب المهدئات اللي هي مثل الزهورات والبابونج وهالأمور المهدئة للأعصاب اللي بتريح الأعصاب، ممكن أنا ما ضل ماسك تليفوني طول النهار وعم أقرأ أخبار الزلازل وهون شو صار وهون شو جرى، على الأقل تقدير أني غير جو، مارس حياتي الطبيعية، أنا ما وقف حياتي خلص ضل قاعد بالبيت وعم تابع هذا الموضوع، لا، بدي تابع أطلع لشغلي، طبعاً بدي أحاول قدر الإمكان أمن وسائل حماية أو وسائل أمان بضمن بيتي إذا في تصدعات مثلاً تابع الموضوع لا سمح الله،
أو إذا في أماكن فيها خلل صلح هذا الخلل. حاولت قدر الإمكان أنا أمن وسائل أمان بضمن بيتي أو ضمن مكان عملي، لكن بدي حياتي تستمر أنا وأهل أسرتي، يعني بدي حياتي تستمر إن كان بالعمل إن كان بدي أبعت أطفالي للمدرسة، بدي استمر نوعا ما وما ضل عم أفكر بهذا الموضوع. بالنتيجة الأقدار تأتي بالأقوال. أنا إذا بدي ضل أحكي بالطاقة السلبية ويا خوفي بده يصير زلزال والله سمعنا بده يصير فيها هذا حديث البلد المشكلة، يعني ما اختلفنا، بس أنا كمان بدي أحاول قدر الإمكان ما ضل أحكي بالموضوع وما ضل أفكر فيه، بدي أتعايش مع الوضع الحالي. يعني هلا نحن على سبيل المثال عم نقرأ بالمرصد الزلزالي السوري اللي عم ينشر كل يوم إنه كل يوم تقريبا في 40 هزة 50 هزة ارتدادية نحن ما عم نشعر فيها. هلا هاي الهزات الخفيفة هي لها تأثير سلبي لكن نحن ما عم نشعر فيها، ما في داعي ضل فكر بالرقم وضل أعمل رهاب لنفسي على هذا الرقم اللي عم أقرأ. طيب خلينا نرجع لنقطة كتير مهمة هي تأثير الظواهر الطبيعية على الإنسان. مثل أي حدث دائما بنشوفه بيكتروا الأشخاص اللي بيحللوا وبيفتوا بهذا الموضوع وبيقدموا نصائح ورغم بيكونوا هنا مانو مختصين. فلما نحن عم نحكي عن تأثير الظواهر الطبيعية نحن عم نحكي على مزاج الإنسان وعلى الإنسان ولكن طبعا. ليس على حدوث الزلزال. فخلينا بس يعني نوضح أكثر هاي النقطة من جديد لأنه في ناس بتخلط، يعني مثلا بتقعد بترصد حركة كواكب معينة تحرك كوكب معين صار في تغير فلكي معين بيعكسوها بحدوث زلزال وبظن هذا الشيء خاطئ، يعني العلمين مختلفين تماما. طبعا طبعا. هلا بشكل عام دائما نحن لما بنحكي طاقه بنحكي تاثيرها على الانسان ونحن ذكرنا باكثر من مره وجود الشاكرات بجسم الانسان هي دليل ترابط بين الجسم المادي الجسم الفيزيائي والترابط بالطاقه الكونيه. فلذلك مثل ما حكينا اي تغيير هو بيأثر بشكل مباشر على الانسان ان كان مزاجيا تصرفاته طاقته اليوميه. احيانا بتفيق الصبح بتحسي حالك طاقتك عاليه حاسه حالك مرتاحه، احيانا بتفزي بتلاقي حالك مكتئبه او مالك مبسوطه او معكره مزاجك. هذا له علاقه مثل ما تفضلتي وحكيتي بحركه الكواكب تحركات الارض الارقام الفلكيه، هذا كله بيأثر وبيترابط مع بعضه. بالنهايه الانسان هو جزء لا يتجزأ من هذا الكون، اي تغيير ان كان سلبي او ايجابي فهو يؤثر بشكل مباشر على الانسان، مو بس على البحار مو بس على الجبال مو بس على الطبيعه، لا هو بيأثر حتى على مزاج الانسان وتصرفاته ميوله اتجاهاته تفكيره نواياه، هذا كله بيأثر وبشكل مباشر على الانسان. طيب استاذ خلينا نحكي اليوم كونك ذكرت كلمه الطاقه وحضرتك اكيد خبير بعلم الطاقه، نحن اليوم بحاجه للطاقه الايجابيه ان كان نحن نعطيها للناس اللي حوالينا ان كان الاشخاص بشكل عام للاشخاص المنكوبه بهي الفتره. خلينا نبلش من حالنا، حالات الخوف والذعره اللي عم تصير وعم نشوفها بالشوارع بالجناين الناس نايمه، يعني اليوم نحن بحاجه لطاقه مسعفه، خلينا نستخدم كلمة مسعفة كرمال نحن نقدر نوقف ونسعف الناس اللي حوالينا. يعني طبعا خلينا طبعا. هيك بأمور بسيطة نحن كيف قدرانين نبلش هذا اليوم، كيف قدرانين نقوي حالنا نتأقلم مع الوضع، وأهم شيء نحن نآمن أنه بالنهاية قضاء وقدر. يعني القصة يعني أنا إذا بروح لآخر الدنيا خلص بدي موت بهاي اللحظة حموت، يعني إذا بتخبى تحت 100 سقف بالنهاية. تماما، حكيتي كلمة حلوة حضرتك أنه بدي يكون أنا قوي حتى أقدر أقوي غيري. صحيح. فكتير مهم موضوع الثقة بالنفس وموضوع الدعم النفسي الذاتي بعدين أنا أدعم الآخرين. أنا بدي أتعامل مع هاي الظواهر بشكل طبيعي، بدي أتعامل معها بسلاسة، بدي أتعامل بتبسيط للأمور. هي ظاهرة كونية وتمت أو ممكن لا سمح الله تتم بمستوى أقل أو شو ما كان يكون، فهو حدث كوني وقدر الله، خلص قدر الله وما شاء فعل. فأنا بدي أتعامل بعقلانية بوعي. أما بالنسبة للإجراءات العملية اللي لازم أنا مارسها بشكل يومي، خليني أنا بلش يومي بتمرين تنفس عميق، تمرين تنفس استشفائي اللي هو تمرين تنفس الأنفي. هذا بيريح جدا الأعصاب. ممكن مثلا أشرب أنا الشاي الأخضر، ممكن أنا ربع ساعة من التأمل، ممكن الرياضة ولو رياضة المشي مو شرط الرياضات المجهدة، ممكن الرياضة لأنه الرياضة بشكل كتير كبير بتسحب الطاقات السلبية من الجسم وبتخفف من الستريس وبتعطي طاقة إيجابية وحيوية. والأهم من هذا كله مثل ما حكينا نمارس حياتنا بشكل طبيعي. ما بدي ضل أنا قاعد بالبيت ومشغل التلفزيون وماسك التليفون وقاعد وين صار في هزة شو حكى فلان شو حكى علان. في ناس حاطة منبه على الموبايل أنه بيجي زمور إنذار، يعني هذا لحاله رعب بتكون تمام. قاعد شوف هو أحيانا بتكون الهزة بغير بلد. صحيح. بتكون الهزة يعني مثل اللي صارت بطاجكستان، الناس اللي حاطة هذا التطبيق صار في جرس إنذار وارتعبت وفاقوا بالليل فلا نحن ما بدنا نهول الموضوع، بدنا نحاول نتعامل مع الموضوع بسلاسة. أنا ما عم أقول إنه ما في شيء،
لا صار في كارثة والله يرحم شهدائنا وكلياتنا تآلمنا من اللي صار، بس كمان الحياة ما بتوقف والحياة ما وقفت، لا نحن لازم نكون أقوياء لحتى نقدر ندعم غيرنا. يعني اليوم على سبيل المثال أنا بوجه تحية حب وإكرام وإجلال لكل الأشخاص السوريين اللي شفناهم اليوم بعيوننا اتكاتفوا وكانوا إيد واحدة، إن كان على شكل جمعيات أو هيئات أو منظمات أو أفراد أو كيانات أو مؤسسات، كلهم كانوا متكاتفين لتقديم كل أنواع الدعم، إن كان الدعم الغذائي أو المالي أو المعنوي أو الصحي، وكلهم في مجاله. شيء اليوم يرفع له القبعة، نحن بالنهاية نحن هيك السوريين متعودين، يلي قادر اليوم على سبيل المثال إعلاميا نحن عم نشوف إن كان الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء، كل إعلامنا السوري وإن كان حكومي أو خاص يعني عم يكون مستنفر على مدار 24 ساعة، فكلهم حسب اختصاصه، كان الإعلامي إن كان الطبيب إن كان المهندس إن كان صاحب المهنة الحرة، كلهم حسب اختصاصه عم يقدم جميع أنواع الدعم، وهذا شيء إيجابي جدا، هذا بحد ذاته بيدخل الإيجابية. هاي الفيديوهات نحن اللي عم نشوفها والمقاطع اللي عم نشوفها بحد ذاتها صحيح. بتدخل الإيجابية والطمأنينة وإنه الحمد لله بعد الدنيا بخير، بعد الناس بتحب بعضها، بعد الناس بتخاف على بعضها. مثل ما شفنا فيديوهات ومقاطع مؤلمة لحادثة الزلزال، كمان شفنا مقاطع لأشخاص عم يتعبوا يوصلوا ليلا ونهارا حتى يقدموا أي نوع من أنواع الدعم، مثل ما حكينا مالي ولا غذائي ولا دعم حتى بالكلمة صحيح. لكن المهم أنه الحمد لله عم نقدر نعمل شيء، والأساس أنه نكون نحن أقوياء. أنا إذا ما كنت قوي وثقتي بنفسي كبيرة وداعم لنفسي وبتمتع بالسلام الداخلي ما رح أقدر أقدم الدعم لغيري. ويمكن نحن دائما نحكي بأمور بتساعدنا وبتجدد طاقتنا، هي طاقة العطاء والحب، ونحن كثير بحاجته بهذا الوقت تماماً. كثير أشخاص اليوم بحاجة مساعدة جراء الزلزال، فممكن تقديم العون لهدول الأشخاص، المساهمة بأي شيء أكيد يمكن حيحسن صحتنا النفسي. جدا جدا وبشكل رهيب، طاقة العطاء، الحب، التسامح والتآخي. اليوم نحن مثل ما حكينا حضراتكم بظل الأزمة اللي نحن فيها ما عاد حكينا، نسينا الحرب، نسينا الخلافات، نسينا مشاكلنا، كلها بدنا نساعد الآخر. بتشوفي ابن الشام موجود بحمص عم يقدم مساعدات، وابن حلب موجود باللاذقية عم يقدم مساعدات، مختلف أنواع المساعدات. اليوم الهيئات متكاتفة، المنظمات، الجمعيات الخيرية، حتى على مستوى الأفراد أو الكيانات، كل اليوم متكاتف وخلافاتنا حطيناها جانبا، فهذا لحاله بيدخل البهجة، بيدخل الطاقة الإيجابية، الروح المعنوية العالية، بيخلي في إحساس بأنه بعد الدنيا بخير الحمد لله، وفي شيء من الإيجابية. ونحن دائما بنقول إن شاء الله القادم أفضل، شو ما كانت أيامنا دائما نحن متفائلين، دائما نحن إيجابيين، ودائما بنقول إن شاء الله القادم أفضل، ونحن نستحق الأفضل أساسا. دائما نحن بنقول أصلا دوام الحال من المحال، يمكن هي فترة صعبة ولكن الأرض يعني الأرض حتستقر قد ما استمرت هاي الهزات الارتدادية. أكيد المختصين عم يحددوا لها فترة زمنية، ولكن مصير هاي الحالة إنه تزول، ما رح نضل طول حياتنا تحت تأثير هاي الهزات. ومثل ما دائما بنقول نحن بالبيت هو المساحة الآمنة لنا والمساحة اللي منجدد طاقتنا فيها. يمكن هلأ رشا بس كلياتنا هيك بحديث عادي صرنا نعرف إنه لا سمح الله صارت أي هزة، وين في زاوية بالبيت هي أكثر أمانا، ممكن الواحد يكون يعني صار أي لا سمح الله أي هزة عنيفة ممكن واحد يلتجئ إلى لا يحمي حاله. تماما، كتير مهم اليوم التوعية المنزلية وحتى التعليمية ضمن المدارس. على هذا الأساس في دور كتير مهم للأب والأم للتوعية. أنا بالبداية بقول للأب لأنه هو أصلا لازم يوعي الزوجة إذا ما كانت على مستوى عالي من الوعي، ومن ثم الأطفال. بالنسبة للأماكن الأكثر أمانا، طرق التعامل، آلية التعامل، شو لازم نحن نتصرف، الهدوء بالبيت، الشغلات. نحن هلأ في حالة الناس كلها خايفة، الناس كلها متوترة، فأنا لازم وعي أولادي إنه هن ما يخافوا، وين يكونوا، وين يتوجهوا، وين الأماكن الأكثر أمانا موجودة بالبيت. مثلا إذا كنا نحن بطابق رابع أو خامس ما يهربوا برات البيت وينزلوا على الدرج، لأنه هيك بصيروا بخطر أكبر. هاي التفاصيل، وشكر كبير للإعلام اللي هو دائما عم يحطوا روبرتاجات توعوية أو برامج صحيح. توعوية، أو دائما عم ينبهوا ويستضيفوا أشخاص مختصين عم يحكوا بهذه التفاصيل الصغيرة يلي هي جدا مهمة. لكن بشكل عام
نحن دائما بنقول الطاقة الإيجابية وجدت بأي مكان فهي بتعطي طاقة إيجابية لكل الأشخاص الموجودين بهذا المكان. فلذلك أنا لما بكون وحتى ضمن نحن هاي الهزات أو المشاكل أو هذا الخوف اللي نحن فيه، أنا لما بكون شخص إيجابي وعم أتعامل مع الأمور بهدوء وروية وعم أتعامل بشكل مثالي، وجه أسرتي أو بمكان عملي إذا أنا كنت ضمن مكان عملي مثلا أو بمكان تعليمي أنا إذا كنت ضمن مدرسة أو ضمن جامعة. اليوم عم نشوف نحن بمقاطع فيديو لمدارس ببلدنا عم يكون في حصص تعليمية للأطفال عم يعلمون كثير، يعني عذرا يعني اليوم كثير تأخرنا بهي القصة، يعني نحن اجت الحرب تفاجأنا انه صار في حرب بلحظة، يعني اجت الكورونا ما عندنا ثقافة شو يعني كورونا، اجتنا زلازل لا بنعرف وين نتخبى، لا بنعرف كيف نهرب، لا بنعرف شو هي الإسعافات الأولية، وفاتت الناس بصدمات نفسية. يعني اليوم تشكر جهود وزارة التربية، ولكن اليوم نحن خلينا نعطي حصة ساعة واحدة بالأسبوع علم صحة نفسية، خلينا نهيئ حالنا لأي، نحن ممكن نتعرض بأي لحظة لأي شيء. نحن المشكلة عندنا دائما أستاذ أنه بس توقع القصة بنبلش نحكي كيف فينا نطلع منها. نحن لو عنا التهيئة، لو اليوم طفلي أنا بيعرف شو يعني زلزال وشو يعني كورونا وشو يعني حرب، ما يعني كنا قطعنا بفترة صحيح. أقل من هيك صحيح. بالسلامة صحيح. والأمان. ولكن أنا دائما إحنا عن جد وزارة التربية اليوم عن تشكر، ولكن والمانع يكون في عنا حصة يعني أسبوعية توعوية، لازم يكون في عنا حصة توعوية أسبوعية لهدول الأطفال. بس نحن أنا بعتقد يلي صار أنه نحن بحكم أنه صرنا مئات السنين ما تعرضنا لهيك زلزال مدمر أو كارثة كبيرة، فكان في نوع من انه نحن بعاد كتفكير انه نحن بعاد عن هذا الشيء للاسف، ولكن صار مع انه هو ما في شيء ما في معناته شيء بعيد. ونحن كل الخبراء اكدوا انه نحن على صدع زلزالي، يعني خبراء الجيولوجيا اكدوا انه لا، احتماليه وقوع زلزال هي دائمه، فلازم يكون في حصه توعويه، وحتى اكثر ما تكون حصه واحده، ممكن يكونوا حصتين او ثلاثه ولا متعلقين بالإسعافات الأولية مثلاً صحيح. متعلقين بالتوعية من الزلازل، هزات، أي كوارث ممكن نتعرض لها، ومن حتى من الابتدائي، يعني نحن بنحكي ابتدائي والإعدادي والثانوي، هذا الشيء باعتقادي لازم يكون مستمر وموجود بشكل دائم، يكون موجود وتهيئة من كل شيء، يعني من كل النواحي. فمتمنى اليوم وزارة التربية تأخذ هذا النداء اليوم، طلاب الروضة والابتدائي نتمنى أيضاً من الكادر التدريسي أنه يكون التوجه للأنشطة الترفيهية. يعني أنا ما في داعي اليوم اسمع طفلي بعمر 5 سنين عم يقول لي شو هي المناطق المنكوبة بسوريا، يعني صح. هذا الطفل عمره 5 سنوات يعني بيقول لي طرطوس وجبلة. يعني اليوم نحن خلينا نقطع بهدول الأطفال اللي ما كتير واضحة الصورة بالنسبة لإلهم، ما في داعي إنه نحن نفهمهم عبء الكارثة يعني. فبنتمنى يعني اليوم الأنشطة الترفيهية قديش لها دور نيرمين، قديش شفنا جمعيات عم تشتغل على الأرض. صحيح، موضوع الدعم النفسي دائما بنرجع بنأكد عليه رشا. يعني خلينا نقول يعني بالختام حديثنا، ممكن ما دام ما في اي يعني تنبيه واضح بخطر زلزال قادم، وشفنا كل الاختصائيين يعني عم يقولوا ما فينا نتنبأ بالزلزال، فالحل الوحيد اذا ما في اي خطر هو نتابع حياتنا بشكل طبيعي، نرجع لروتيننا اليومي قدر الامكان. هيك يمكن بنقدر شوي بنخفف تفكير اطفالنا، بيرجعوا بيحسوا انه الحياه نوعا ما طبيعيه. هذا مو تجاهل للكارثه او للزلزال او للضحايا، ولكن هي طبيعه حياه يعني. صحيح، ومثل ما قطعت 13 سنه من الحرب كنا توجعنا كلنا، وبكل بيت شفنا صور شهدائنا وذاكرتنا أرشيف كامل من الصور، ولكن مثل ما قلنا الحياة بدها تستمر بالوجع يلي عم نعيشه، ولكن دائما بيضل الطفل هو العنصر الأضعف. أستاذ صحيح هذا الحديث؟ طيب من خلال الحالات اللي عم تجيك حاليا، يعني أكيد أنت عم تتواصل وإلك نشاطك اليوم، دوركم كتير مهم إن كان أخصائي نفسي أو إن كان بعلم الطاقة، إنكم تزوروا المراكز، إنكم تشوفوا أحوال الناس عن قرب، شو أهم الحالات اللي ممكن تواصلت معك؟ هلا هو أهم الحالات هو موضوع الرهاب النفسي. الناس صار في معها رهاب، صار في معها نوع من الفوبيا، رهاب الزلازل. هذا الرهاب عم يأثر بشكل كتير كبير، يعني ممكن الشخص أنا يتواصل معي ويقول لي أنا عم حس بالهزة طول اليوم، مع أنه أنا ما بيكون في هزة، ممكن أنا أفتح فيسبوك أو أفتح تلفزيون ولاقي أنه ما في هزة، لكن أنا عصبياً عم يحس بوجود هزة أو وجود زلزال طول اليوم. هذا نوع من الفوبيا بحاجة لنوع خاص من الدعم والرعاية والاهتمام، مثل ما حكينا موضوع تفريغ الطاقات، إن كان بالرياضة وإن كان بالدعم المعنوي، إن كان بممارسة الحياة الطبيعية، إن كان بشرب المواد المهدئة مثل ما حكينا مثل الزهورات والبابونج والمليسة، هي لها دور كتير كبير، والابتعاد عن الشائعات والتركيز أكثر على الأخبار الموثوقة من الجهات الإعلامية الرسمية الموثوقة.
نعم استاذ، نتشكر حضورك لليوم، ودائما بنقول الايمان بالقضاء والقدر، والايمان انه نحن ان شاء الله رح نقطع بهي الفتره. خلي طاقتنا شوي حلوه، خلي الايجابيه نقدر نصدرها من انفسنا للاشخاص اللي حوالينا لنكون سند لهم بهي الفتره. بنشكر حضورك استاذ، واهلا وسهلا فيك. وانا بتشكركم، يعطيكم الف عافيه يا رب. اهلين هلا. شكرا كثير لك، واهلا وسهلا فيك. يعطيك الف عافيه. أما هلأ نرمين، وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، إن شاء الله يا رب كانت فقراتنا قدرنا نقدم لكم من خلال الأشياء اللي بتهمكم خلال الكارثة اللي عم بنعيشها. وبدنا نقول الصحة والسلامة لكل السوريين الموجوعين، نحن قلوبنا وحدة ولازم نبقى إيد وحدة، وخاصة بهي الفترة. أكيد بدنا نشكر كل الجهات المعنية اللي عم تكون موجودة على الأرض، إن كان بمراكز الإيواء أو كان بالمناطق المنكوبة لتقديم الخدمات ضمن اللازم. بالنهاية بنقول ألف رحمة لأرواح ضحايا الزلزال والشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى. كونوا بخير، باي باي. أكيد رشا، وأنا كمان بدي أتمنى الصحة والسلامة لكل الناس. دائما نحن بظروف الزلزال منقول الأولوية للأشخاص يلي تعرضوا بشكل مباشر للزلزال، ولكن أيضا نحن هلأ صرنا بمرحلة لهدول الأشخاص يتأمل لهم مساكن لمرحلة إعادة الأعمار تبدأ. نحن كنا يعني ناويين أو حابين نبلش فيها بشكل فعلي بعد 12 سنة، ولكن إجت كارثة الزلزال. أهم خطوة اليوم هي عن جد رشا رفع العقوبات اليوم يوم عن سوريا لنقدر نرجع نبني بلدنا. بنتمنى الصحة والسلامة لكل الناس، ويا رب دائما السوريين وين ما كانوا يكونوا بألف خير. باي باي.